البيت من ظلام الكهف إلى النوم عليه أن لازم يحميه. أول تفكير كان أو النهر أو شيء طبيعي لعزل هذه المجموعة البشرية عن مجموعة بشرية ثانية. محاضرة اليوم أنثروبولوجيا المسافة في النص الأدبي، اشتغالات ياسين نصير منذ أكثر من 50 عاما يعني وجه عمله لموضوع مهم جدا لم يلتفت إليه قبله أحد من النقاد العرب، وهو موضوعة المكان. ياسين نصير أسس لهذا الموضوع تأسيسا حقيقيا وأصدر أكثر من 15 كتابا خلال هذه السنوات. بدأ في من خلال مفاهيم المكان من خلال المناهج الاجتماعية والكلاسيكية القديمة، ومن ثم ذهب إلى البنيوية ليقرأ الآن موضوع من خلال الدراسات الثقافية والأنثروبولوجية المكان برؤية جديدة. المسرح والأنثروبولوجيا وهي المحاضرة التي ألقاها هذا اليوم في قصة الثقافة والفنون تتحدث عن مسرح الحداثة وما بعد الحداثة، وهي تحاول أن تعطي أصول للمسرح وتحاول أن تبحث في يعني ماهيات المسرح الفلسفية الأولى. بالنسبة إلى المكان والفضاء والمجال اللي تعيش فيه تولد كثير من المعلومات الخاصة بسلوك الحيوان. عندما يزداد عددهم يصير عنف، عندما يزداد عددهم يصير تداخل يعني أخطاء. يعني موضوع المحاضرة اليوم هو عن المسافة. المسافة بعد من أبعاد الأمكنة، الأمكنة كواقع، الأمكنة بالطبيعة، والأمكنة في الفكر أيضا. فالمسافة لا تعني هي فقط بين نقطتين، تعني بين شخصين مثلا، أو بين فكرتين، أو بين زمانين، أو بين مكانين. هذه المسافة واحدة من مكونات العمارة الحديثة. يعني العمارة الحديثة من تبنى على حسابات هندسية معمارية يضعون المسافة جزء من هذا البناء التنظيمي الواسع الكبير، وبنفس الوقت لها وظيفة اجتماعية ووظيفة نفسية ووظيفة تنظيمية للأشياء. فنتحدث من علاقة المسافة بالأدب، بالنصوص الأدبية، بالفلسفة، بالفكر، بكل مكونات ما يخص النص الأدبي. لكل طفل، لكل شخصية داخل الأسرة أقليم، وهذا الأقليم له حدوده، له حدود الداخلية ولا حدود الخارجية. اختراق الحدود معناها اعتداء أو اتفاق. في العلاقات الحميمية عندما تجيبها في النص الأدبي عليك أن تختار اللغة اللي تتناسب مع هذه العلاقة.